بنتي إيمان تقرا في تراب لسان أختها، اعتدى عليها الظلام بنشر الحقيقة، وأنا مانيش متعيرة منها، أنا مرفوع راسي بها بنتي، لأن كسرت الحاجز، كسرت الحاجز اللي ما تقدرش راجل يحزي كسرة كسرتها، والكلاب اللي معاها معمر المجرم. بنتي الرهينة، بنتي الرهينة بيد الظلام، الظلام المجرمين الخونة ومعمر القذافي وأتباعه، وابني ابني على رأس نلوف. يا وينكم يا شباب طرابلس؟ وينكم؟ وينكم يا شباب طرابلس؟ ويمان تنخطف قدام الكاميرا، تبي تظهر للعالم وتوري ما صاير في الشرق، اللي صاير في بنغازي، واللي صاير في جدابية وفي مصراتة، تبي تحكي، تبي تحكي، تبي تحكي للجزيرة. وينكم يا شباب طرابلس؟ وقت طفت إيمان من بين يديكم، وينكم؟ وينكم؟ تحركوا يا شباب طرابلس، تحركوا. وين قاعدين؟ ومعاها ستة أخرات، وينكم؟ البارح في متأخر الليل الساعة 3 في الليل اتصلوا بيا من باب العزيزية، وقالوا لي خلي بنتك إيمان تغير أقوالها، تغير إيمان أقوالها، وتوا نطلقوها فورا، وما تطلبي تاخذيه من فلوس، من تبني حوش جديد اللي تبيها كلها وعيالك، وتقدي مضمونة أنت وعيالك، بس خلي إيمان تغير أقوالها. كلمت ابنتي قلت لها يا ابنتي اصمتي اصمتي اصمتي، قالت لي أنا صامتة ما غيرش أقوالي بالكل.